نعم، غير هذا من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم يا أخي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ليلو سلاموي أدبنا أسرات بملكام مازز كمدفو نقر مكلكل شريعو بميسفردو نيتام. كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ لسويت كتقلسوا معابرة سويت سويتم بملكام كمي مكرو معابرة سويت مرت هزوج عذر قواتشوهر إيه أمة مرت أمار بمندنا مرتي أمار. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بملكام تازال لاتو كمدفو تكلكل لاتو بعلام تامنا لاتو. لكن لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على وفق الشريعة. نقرقن بملكام سناز كمدفو سنكلكل شريعهم بتسمع مانا بقتنا هوني تامنا لاتو. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. ابن الحكم السلمي مبارك رضي الله عنه سراجون الله يودد الله جونا. تكلم في الصلاة بصلاة استيان لتناقر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ نبي صلى الله عليه وسلم كصلاة بهلا من سره يقول معاوية فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. سبحان الله، خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم. معاوية رضي الله عنه كستاتن سناقر من بلو قلسة نبي صلى الله عليه وسلم بصلاة اسمه قدر تناقره بمنم تعمر على قلامتهم على صدوهم منم يالوني نقره لما كذيب اللي تطوري هو لسنا مقبار على اليوم. لو يدق جوال أحد الناس تليفونه مثلا أو شيء ممكن يضرب من بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. نعم. من قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام يي صلاة نبالا نقر يسويت نقر المسمى مو نقر هذا اللهم وري منه ورابط هذا اللهم بصلاة استبلو بتنو أخلاق أنه يتناقر. إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، هذه الصلاة. صلاة بلو مالت تسبيحنا سبحان الله من اللبث نزو تكبيرنا من نادر الله أكبرنا من له قرآننا من كرابث إينا صلاة الله مالك. الآن معاوية رضي الله عنه كان مذنب مخطئ بهون ساعة معاوية مخطئ نينبر وين دمو تساسات نينبر بها صلاة نذكر ووري بموراته. عندما رأى هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ كنبي صلى الله عليه وسلم انذي يا مار يونا اخلاق تريو هنا سلم اكبر سملكت معاويه من سره من ادب اصبح طالب علم. الان طالب العلم هنا يوقف فلاقي هنا قال يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا ان كنا في جاهليه انكو بزاب جاهليه بما هي مسرات سنين نبرنا واتانا الله بهذا الاسلام الله سبحانه وتعالى ان نسلمنا امتلن. قبل قليل كان مذنب مخطئ كتوصل دقيقة قبل في ذكر أستولوا. الآن طالب علم يريد يتعلم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هون قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هونو تماري هونو كرر. وإن منا أقواما يأتون الكهان عندنا نسويت وده يذهب للسحرة للمشعوذين لمن يدعي علم الغيب بما هي ما نسرات زمن عندنا نسويت يماتوا نبرة وده يتنم يماتوا وده تنقوا يتماتوا نبرة الزمن فلقونه يتلاقي فردوش فلقونه. واليوم يأتون الكهان عن طريق القنوات إنترنت قنوات تلفزيونية الرسائل على كل أتيان. بعون ساعات كنت هم وياهم توت بدروينة ملك هذا اللهم بإنترنت متوال بموبايل متوال بواتساب متوال بتلاقي من قرط هم وياهم توت. فتح الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج هذا أتيان للكهان. بعون ساعات قازيتوشن بتملكتنا كفته بتملكت سلكواكب تقوطرها ميورالو هي بكتتات مقولانو نبي قراءة الكف الفنجان اتيان للكهان بمداف لي مداف انقلتنا لا نبي لالو فنجان ويمدمو بنا كتتتابو على مجرش علي يكررون كريت بمايت
يتلاقي فرد فرد قالوا يولو تنقل أنا قال فلا تأتوهم اندات هيدو النزي ما تنقل يتناتش اندات هيدو قالوا بدل معاوية ثم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم كذا على للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية على تو قال لهم إن منا أقواما يتطيرون يعني يتشاءم يأتي يريد السافر يرى بومة يسمع صوت يرجع لا يسافر كأني مكاكل اندزيو بجاهلية يقد عملكوت ويمدمو يوف عملكوت أمي عملكو سويت نبرو براري وف يملك تتمنا براري وف ودك أني بمهد بتكزين يكان عن ناري لال ودك راس يهدك مو هاي كان عن نبلو كفوزو اللهم يكارو سويت نبرو على ترى ثم بعد هذا قال له أمر ثم بعد هذا قال له يا رسول الله كذا وغلا يا رسول الله على ترى إن لي جارية لني عندك جارية لجنيا ترعى غنما لي في أحد جبل في المدينة جبل يحبنا ونحبه كانت عنده المعركة المعروفة أهود ترارا كم يبالوا أكوابي في يل متطبق عند تجارية سيت جارية باريا نبرج أقل كي نبرج فأضاعت يوما شاتا لي كلتات عندك كم تطبقوا في يلوش مكاكل عند في يلا تفاج بي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر أنا سوني إنا سون دميكوتا وتنا درب تغساتو فلطمتها وداون بطفي متوت ضربها متت وعلي عتق رقبة يعني عليه أن يجب عليه أن يعتق رقبة بكى بني لي على اللبنية بذا بمدرب لو مكنات الجنسيت نسعى نوطات على اللبنية أفعتقها نسعى نوطات اللي يقولوا رسول انت يكاتو قال لا أيهون المالوت ائتني بها مجمرة أصفان تراتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده النبي صلى الله عليه وسلم متت الجنسيت أقل غير قال يا جارية أنت يا قل جاي هو يا ذا أين الله الله يتنو بلو طيق واترسل قالت في السماء كسماي بلين وارد الرحمن على العرش استوى استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كعرش بلينه بمي أمر بتونيتا بمي سما مهونيتا ما رب إلى كهونه كده تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى سجود بمتادر قبت كزين سبحان ربي الأعلى نمتلو كهلهم بلا يهونو كتاب لنا ذكر متذكره ثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بالقرآن يا الله سبحانه وتعالى يبلا ينت بالقرآن صدقان والسنة بنبي صلى الله عليه وسلم تككلني حديث صدقان والإجماع الأمة اندازهم دمو بعلمو السمى منت معتبر يهونو علمو السمى منت والعقل اندازهم بعمرهم اندازهم صدقان والفطرة اندزيم بتفطروا عشان متصدقوا. القرآن تنوعت أدلة القرآن بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يا الله سبحانه وتعالى يا بلاينة ميتكسو القرآن وش بتأم بركاته القرآن عن كسر شال. علو يا بلاينة وفوقية. عنهم يا بلاينة. واستواء. يعونه يا بلاينة ما هو. وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. نظروش ودلا يندميوت ودا الله يندميوت النادم مندميور. السنة بأنواعها الثلاثة جاءت لإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه السنة القولية والفعلية والتقريرية. بس وصلنا مينة يا سنة ملكوت يا الله سبحانه وتعالى يا بلاينة رجعتوا مطل بنغير مطل. القولية والفعلية والتقريرية بنذكر بتكبرنا بتكرري يا دم ما يتوب ما صدق ما رأي أقر الجارية هنا يجنسية إقرارنا هذا الرب لا تصدق كلها نعم والفعلية قال اللهم فاشهد تكبر بتكبر قدمو تاتاتشون ودلا يا درقو الله مسكر اللي بلوان ما تاتاتشون والقولية قال يرحمكم من في السماء بنذكراتو دمو بسماء يالو جيتا يعزن الله تهدلو تناقروا بل السنة المتواترة جاءت على إثبات الله سبحانه وتعالى على خلقه. عندهم متواتر يهون حادثه. ببركات تزجبا يمتوا حادثه. يا الله سبحانه وتعالى يبلينة عصدق ومتور. أجمعت الأمة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أمة واتك عليه مسلم ومهابرس تسمام طول. يا الله يبلينة موم. العقل يستحيل أن العاقل أن يثبت لله إلا كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى عن الأماكن التي ينزه الله عنها الحمامات وأماكن الزبل عقل ويمدقموت إنما يونا عامره براسه يستبابلا وشتلا الله سبحانه وتعالى باش انتبه تعلم عالتنا ويمدقمو الله كن يقار بزاته علم عالتنا وشاشا بوتا علم عالتنا براسه نسي يونا عقل يستبابلا هيك قبل رجل كان ينكر العلو
عند قلسر يا الله لبداية يقاوم. فقال له أحد الطلاب عند تماري من أنا ولذي قلسر يا أستاذ دعنا من ذكر هذا الكلام، اترك هذا الكلام الذي تتكلم به. أنت أستاذ أنت من مروي إيه متناقر ونقر توار. أخبرنا يا أستاذ أنت أستاذ هوي نقر. ما دعا عارف قط، لا يوجد أحد يعرف الله وأراد أن يدعو إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، يقول يا رب. لا يمكن يقول يا رب هكذا. من يوم يونا حاجة قد موت دعاء يميادر ويم دمو فتاري ونمي لمن آكل ودلاي بميان قاتل تبت قزي لبونا وهينا ياوكال يا الله نيبلا ينت ينتا السابي يادر قولوا دعاء ميادر قولوا. فضرب الأستاذ على رأسه أستاذه راسه نيازه راسه متى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني فطرة حمداني كو بك أولي لن بك ميزون يتفاعل. إذن سلازي لابد أن نثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. يا الله سبحانه وتعالى كفطران بلا مهر ما أصدق يقدم. من أبطل الباطل ما يقوله بعض الناس أن الله في كل مكان، يعني حتى في الأماكن التي نزل الله سبحانه وتعالى. كوشته اللو وشت بلو مالت الله سبحانه وتعالى بقولهم بوتان على يمي بالو عبدوان وبعضهم يقول في قلبي عندهم عندنا شيء من إلهنا بلبي وسطم الله الله بزاته إله. هذا لا يقوله إلا أهل الحلول والاتحاد، يقول العبد هو الرب والرب هو العبد. هذا قول أهل الباطل. إن الميروت يباطل ويمدمو يوشت بالبيت يهونت الناس أهل الحلول إياه يبارو الله سبحانه وتعالى كن يقدر تكلا قرآن الله كن يقدر إنه يميلو الله مالتني إني مالت الله إنه يميلو سويش عاكيدانه يتبلش عاكيدانه. تعالى الله عما يقوله الله سبحانه وتعالى النسو كميروت يترى ما يلاقيه إنه إذا